uluslararası تعهدات عديدة قطعها رجب طيب أردوغان للبقاء على رأس الحكم في تركيا في ظل أصعب اختبار سياسي يتعرض له خلال الانتخابات الرئاسية والتشريعية في البلاد. ويواجه أردوغان رياحاً سياسية معاكسة شديدة مع تحميل المعارضة له مسؤولية أزمة اقتصادية تعصف بالبلاد جراء الزلزال المدمر في فبراير لترك حكومته متهمة ببطء الاستجابة والتراخي في تطبيق لوائح بناء كان من المحتمل أن تنقذ أرواحاً. أما أردوغان فاتهم المعارضة بالسعي للاستفادة من الكارثة وتعهد خلال زيارات لمنطقة الزلزال حيث لقي أكثر من 50,000 شخص حتفهم، تعهد بإعادة الإعمار سريعاً ومعاقبة من خالفوا لوائح البناء. وملأ أردوغان الفترة السابقة للانتخابات باحتفالاته بالإنجازات الصناعية بما في ذلك إطلاق أول سيارة كهربائية تركية وتدشين أول سفينة هجومية برمائية والتي تم بناؤها في اسطنبول لحمل طائرات مسيرة تركية الصنع. كما أسرع أردوغان بتسليم أول شحنة من الغاز الطبيعي لمحطة بحرية من احتياطي مكتشف في البحر الأسود ووعد بتوفير الغاز الطبيعي مجاناً للمنازل وافتتح أول محطة للطاقة النووية في تركيا في حفل شارك فيه عبر الإنترنت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وشملت حربه على تحالف المعارضة الرئيسي اتهامات بأن التحالف يتلقى دعماً من حزب العمال الكردستاني المحظور الذي يخوض تمرداً منذ الثمانينيات والذي أسفر عن مقتل أكثر من 40,000. نشأ أردوغان في حي فقير باسطنبول حيث التحق بمدرسة مهنية إسلامية ودخل السياسة زعيماً للشباب في حزب محلي وصعد إلى المستوى الوطني رئيساً لحزب العدالة والتنمية وصار رئيساً للوزراء في عام 2003. وبعد محاولة الانقلاب في يوليو 2017 قام بترسيخ حكمه عبر سلسلة من الإجراءات والاستفتاءات لتتوسع صلاحيات رئيس الجمهورية التركية على حساب النظام البرلماني. واليوم يخوض أردوغان حرباً بلا هوادة للبقاء السياسي وينتظر نتائج معركته عندما يصوت الناخبون في انتخابات رئاسية وبرلمانية قد تزيد من فترة حكمه التي تقترب من 20 عاماً أو أن تكتب أصوات الناخبين نهاية لحقبة الرجل القوي لحزب العدالة والتنمية.